مثلا بنات في فيديو جديد نديرو مع بعض بانكيك راح نديرو تحديه هذه سهله رابيدمون توانا الصيف هاد الوصفه نحتاجو زوج حبات بيض تحققو 5 مغارف كبار تاع الزيت 250 مليلتر تاع الحليب عندي هنايا 250 غرام تاع الفرينه زوج مغارف كبار تاع السكر محبينش نكثر السكر باش ما تجيش حلوه بزاف ديجا راح نديرو لها شوكولا اتاختيني راح نديرو قرصه ملح واحد 4 مغارف صغيره هكذاك عندي 7 غرام تاع خميره الحلويات عندي المغرف صغيره تاع لافاني ونبداو نخدمو نصبقو نديرو البيض السكر الزيت نخلطوهم نضيفو لافاني ندير الحليب الملح والخميرة نضيفها مع الفرينة بسم الله الفرينة نديروها على زوج دفعات بعد ما ضفنا الفرينة حاولت الخليط نتحصلوا عليه دوكا نجيبو المقلاة نديرو نخدمو ديريكت بون يا بنات البريباراسيون تاعي درتها في هادية كيما راكم تشوفو هادي شحال عندي وانا نحوس عليها كنت نشوفهم يديرو بها لاير كيك هداك لي يجو سايحين من لي كوتي يديروها بهادية باسكو سيليكون ماشي كيما دوك تاع المايونيز زقطعت لها شوية فمها باش تجي شوية خشينة باسكو هي ديجا يجو فيها زوج الوغ هادية شوفو تجي رقيقة خديتها باش ندير بها لاير كيك توجو رقيقة وهادي خشنتها باش رانا ندير بها دوكا البان كيك شفتها مع زاكي امبالاج عيطت له قلت له اسكو عندك قال لي وي عندي بوغ موا انا زاكي امبالاج ماشي غير الاشهار ولا غير شغل اللي نلقى عنده كلش جامي عيطت له قلت له صورت له حاجه وقلت له لا عندك وقال لي ما عنديش جامي بون هذه كيفاش تجي فيها زوج ريسان كيما راكم تشوفوا هذيك هذوك تحيه زاكي امبالاج انا سبا لا تعرفوا عبقور انا عيطت عبقور عنده كلش في الجيب تاعو كاش عندي هادو نوريهم لكم يزينوا بهم البرجر ولا تقدروا ديروا الحطب تاع الشوا يصطبحوا المقله دهنتها بالزيت بيان سيو بالزبده بلوتو عفوا باش هاد الحطبه ما تطيحش سي بون طابت نواصلو بنفس الطريقه طريقه التزيين تبقى اختياريه انا الشوكولا استعملت تزيريه كي العاده نورمالمون خلاص وعرفتوني نخدم بها هادو ما درتهم بلا العصا تاعهم ومليك كما راكم تشوفوا صحة قهيوتكم بسم الله
له يجو خفاف هيلين. لحقنا نهاية الفيديو كما راكم تشوفوا هايليك. الوصفة تاعنا جاهزة أمامكم، تزيني بقى اختياري بيان سيغ. أنا عطيتكم الوصفة وانتوما ديرو كما تحبوا. قوا على خير، نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفة جديدة. سلام عليكم.